السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في كومنت جميل جه من أحد الأشخاص، ما شاء الله شرحك جميل بس سريع شوية. طيب، أنا عادة وأنا بتفرج على أي حاجة على اليوتيوب، وحتى في خاصية دي بقت موجودة في الواتساب، إن أنا أسرع الحاجة. أنا متعود إن أنا أسرع الحاجة، تمام؟ فبقول له بلاي باك سبيد، تمام، وأروح مخلي السرعة حسب ما أنا عايز. يعني في بعض الناس بيبقوا بيتكلم بالراحة خالص وبيدي مسافات بين الكلام، فالمحاضرة بتبقى طويلة جدا، فبخليها 2، تمام. وفي بعض الناس لا، هي 1.5 كويس، تمام. وفي لا، ده انا بسمع واحد بيتكلم بسرعة، تمام، فممكن اقول له لا خليها 0.75، تمام. ممكن زي ما انت عايز، يعني الفكرة كلها ان حسب ما انت عايز. ممكن يكون حد انت شايف ان هو عنده معلومات مفيدة، بس هو بيقعد يتكلم ساعتين، بينما ممكن تروح تسمعه ساعة ونص بدون ان تفقد المعلومات اللي انت عايزها، تمام. انا ساعات كتيرة كده ممكن يكون مثلا اللي بيشرح بالفرنساوي وانا مش فاهم فرنساوي، بس الدرس ده عجبني، فبروح لغي الصوت خالص واخليه يمشي بسرعة، وممكن اعيد الحتة لو انا في جزء ما فهمتهاش. فانا بس بلفت انتباهك للخاصية دي، ان انت تقدر تتحكم في سرعة اللي بيتكلم حسب ما انت عايز، تمام. ممكن واحد يكون اسلوبه بطيء جدا او سريع جدا، فتقدر تتحكم فيه. ولما يكون سريع ممكن توقف وتطبق وتوقف تطبق. خلي بالك ان انت لو سمعت الدروس كلها مش هتستفاد. الاستفادة كلها الحقيقية ان انت توقف وتطبق، توقف وتطبق وهكذا، تمام. انا ببقى سريع على اساس احافظ على وقت الناس، وهو من حقهم ان هم يوقفوا ويطبق ويعيد تاني ويكرر وهكذا. وشكرا جزيلا لحضرتك. وعلى فكرة طريقة النقد دوت جميل جدا، ان انت وانت بتنتقد احد بتقدم بنوع من انواع المديح، تمام. ان انت مثلا ايه، ما تجيش لواحد كده تقول له على فكرة انت وحش، لا، انت ممكن تقول له على فكرة انت فيك خصال كتير حلو، 1، 2، 3، و4، وانا بتعلمتها منك، كنتش بعرف اعملها قبل كده، بس انا استفدتها منك، تمام. وعلى فكرة في نقطة بس صغيرة كده حابب يعني ممكن ألفت انتباهك ليها، وممكن لأ، يعني الموضوع بسيط. فأنت عملت له جذب، وفي نفس الوقت اديته إن هو يطلب منك النصيحة أو يطلب منك النقد دوت، وبأسلوب كويس. يعني ده بنتعلمه في مدارس الدعوة والحاجات ديت. من الظريف إن أنا كنت دخلت إحدى المساجد وكان في حاجة غلط يعني، ف حبيت الفت انتباه القائم بعمل المسجد باسلوب ظريف. يعني هو كان عارفني يعني، و بيكرهني في الله وانا بحبه في الله، يعني ربنا يبارك فيه. والمسجد كان لسه يعني ما فرشوش الحصير، فكان في تراب كده، تمام. فبقول له جزاكم الله خيرا على عملك في الجامع، وربنا يجعله في ميزان حسناتك، وربنا يكرمك. هو كان متضايق مني، فراح ايه مد دي كده واخذ الحفنه من التراب وراح حدفها في وشي، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا رايتم المداحين فاحصوا في وجوههم التراب، تمام. المداحين دول الناس اللي متفرغين للمدح، والناس اللي هي المنافقين والمطبلين وكده. فجزاه الله كل خير. والرسول صلى الله عليه وسلم ليه طريقه اجمل واجمل واجمل، يعني الواحد ينبهر بيها. يعني مهما الواحد قرا في كتب التنميه البشريه مش هيصل للاسلوب الجميل اللي الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيعمله في كل الاحاديث. بس خلينا ناخد حديث واحد بس عشان ما نطولش على حضراتكم. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني السيده عائشه حكت له رؤيا راها، او السيده حفصه حكت له رؤيا راها عبد الله بن عمر، فراح مفسرها تفسير جميل جدا ومدحه، وقال له يعمل حاجه من غير ما يقول له انت غلطان. يعني راح قال ايه، نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يقيم الليل، تمام. فلفت انتباهه لاهميه قيام الليل، ومالش ايه انت وحش عشان ما تقومش الليل، انت لو قمت الليل تبقى كويس. يعني اداهاله باسلوب مدح جميل جدا جدا جدا، ولفت انتباهه و الحاجات دي كلها. فجزاكم الله كل خير، واسف ان كنت طولت.